يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. جوليانو تحرك بقوة هائلة. جوليانو يحيى الشهري هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل ويعود بالكرة إلى الوراء؟ جوليانو موجود لإبعاد الكرة. خسر المواجهة أمام خصمه. تمريرة بينية. هنا كرة عرضية. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يفقد توازنه. يحيى الشهري الله، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كرة طويلة للأمام. جوليانو يلعب كرة طويلة. الكرة ملعوبة من مسافة. جوليانو قد تكون هذه فرصته. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. يلعب الكرة، هدف في مواجهة من هذا النوع كان لابد من فريق فائز بالتأكيد. تقدموا في وقت مبكر للغاية من هذه المباراة. الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. هدف مقابل لا شيء الآن. يبحث عن المهاجم. نور الدين مرابط. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. يحيى الشهري، يحيى الشهري.
جوليانو. كرة طولية إلى الأمام. مرابط. عدت الكرة. تسديدة في اتجاه المرمى. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. يلعبون ركنية قصيرة. نور الدين مرابط. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ تلعب الكرة إلى الأمام. الشهري. نور الدين مرابط. أفقد الخصم التركيز، التوازن. مرت الكرة بشكل جميل. بينية إلى نور الدين مرابط. ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. النصر السعودي يحصل على الكرة مرة أخرى. جوليانو. نور الدين مرابط. هذه فرصة خطيرة، سننتظر. ثم كرة عرضية. قراءة ممتازة من الدفاع. كرة طويلة للأمام. تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. كرة طولية إلى الأمام. كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. نور الدين مرابط. جوليانو. مرابط. تحكم مذهل بالكرة. هذه براءة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟
نور الدين مرابط، يمر ويلعب كرة بينية، تصطدم الكرة في القائم. يا لها من كرة كادت أن تصبح في غاية الخطورة. كرة طولية إلى الأمام، العين الإماراتي يستحوذ على الكرة ولكن بدون خطورة، غير قادر على إيصالها إلى الأمام. كرة من جهة اليمين، جوليانو، الله ما أروع هذا المرور، هذه المهارة العالية. جوليانو، كرة عرضية، بإمكانه إبعاد الكرة وينجح في استعادة الكرة سريعا. تغيير لاعب على الأجناب، محاولة تمرير كرة، كرة رأسية خطيرة، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. جوليانو، فرصة يلعبها ببراعة، الكرة داخل الشباك. الآن النتيجة 2-0، من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين، بالتأكيد أنهم سيحاولون فرض المزيد من السيطرة، من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. يحيى الشهري وصلت إليه، يا عيني على التمريرة، شوف الكرة وروعتها. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، فاتت ومرت وصلت إليه. نور الدين مرابط، جوليانو، إمكانية تسديد، فرصة للتسديد، إنقاذ مذهل. يحاول تمريرها من بين المدافعين، الشهري، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. نور الدين مرابط، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. فرصة هجوم معاكس، تلعب الكرة إلى الأمام،
نور الدين مرابط يلعب كرة بينية، كرة خطيرة نحو الأمام، فكرة ممتازة ولكن التنفيذ لم يكن جيد. ضغط قوي وينجح في استعادتها. نور الدين مرابط يحيى الشهري، يا له من تفاهم جميل. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة مع كرة خطيرة وفرصة للتسجيل. ويلعب نور الدين مرابط، يبعد الكرة بعيدة عن المرمى. كرة طويلة للأمام، أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم. جوليانو، يحيى الشهري، يحيى الشهري، يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد، عندما نقول هداف بالفطرة، روعة.